أهلا وسهلا فيكم جميعا. عنوان اللقاء اليوم مجزأ لثلاث أقسام. في جزء من اللقاء هو رد على معالي الوزيرة ندى البستاني، رد لا علاقة له بالشخص، بالشخص معالي الوزيرة إلى كل الاحترام، ولكن بعمل إدارات ومؤسسات الدولة يجب أن توضع النقاط على الحروف وتظهر الحقائق كاملة للرأي العام. الشق الثاني بيتعلق بمناقصات الفيول يلي صارت على ضوء السجال القائم منذ أكثر من أسبوع، والذي لم تتدخل فيه هيئة الشراء العام ولن تتدخل فيه ببعده السياسي ولا علاقة لها به. إنما ما يعني هيئة الشراء العام بهيدا الموضوع هو هناك بواخر موجودة في عرض البحر يدفع عنها المواطن اللبناني كل يوم 18,000 دولار من المتسبب بهذا الضرر الذي يقع على المال العام. والشق الثالث هو إضاءة ولو بسيطة على المسار التطبيقي لقانون الشراء العام، على أمل أنه يكون له مؤتمر صحفي مخصص بحد ذاته. فيما يتعلق بموضوع الرد على الوزيرة ندى البستاني، الوزيرة ندى البستاني امبارح على تلفزيون الجديد وجهت لي سؤال: كيف يوافق الاستاذ جان علي على مناقصة من دون توفر الاعتماد؟ وكان هيدا السؤال تزامن مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي شنت من جهة معينة وبتعابير تعبر عن هيدي الجهة وعن هويتها، ليست هي ما يعنينا بالموضوع. هيدا السؤال في عليه جواب كتير بسيط. لو تفضلت سعادتها وقريت قانون الشراء العام كانت لقيت بقانون الشراء العام بالمادة 76 بفقراتها 25 انه صلاحيات هيئة الشراء العام كهيئة ناظمة هي صلاحيات رقابية رصدية، ولناحية ضبط مكامن الخلل وتقديم تقارير إلى الجهات المعنية، ولا تملك هي صلاحية منع إجراء المناقصات. المادة 11 كتير واضحة من قانون الشراء العام بتقول انه عملية التمويل هي على مسؤولية الجهة الشارية. على هيدا السؤال يلي اشعلت فيه معاليها مواقع التواصل، الجواب موجود بالمادتين 76 و11 من قانون الشراء العام. هلا اذا كانت معاليها تلمح الى موضوع البواخر الموجودة بالبحر ومن يتحمل المسؤولية، نحن نتفق مع معالي الوزيرة على ان هذه الغرامات لا يجب ان تدفع من المال العام، لان هذه الغرامات تترتب نتيجة خطأ شخصي. و بطمن معاليا انه هيئة الشراء العام كانت عم تتحرك وفقا للأطر القانونية وكانت حتتابع الموضوع ضمن هيدي الأطر بما لها من صلاحيات بالمادة 76 لناحية إبلاغ مجلس النواب والهيئات الرقابية.
اليوم يلي عم ينحكى للرأي العام هو منه نتيجة ردة فعل أو انفعال على كلام قالته معالي الوزيرة ندى البستاني. يمكن عجلت بالكلام قبل ما تصل التقارير إلى المراجع المختصة بكاملها، بعتقد في جزء منها مفترض أنه يكون وصل، وبالتالي ساهمت أو ساعدت بطرح الموضوع قدام الرأي العام ربما بشكل مبكر شوي. مناقصات الفيول الأخيرة الإعلام تبعها صارت بوزارة الطاقة المديرية العامة للنفط، لأنه قانون الشراء العام قلب المعادلة، بطلت المناقصات تنعمل بإدارة المناقصات، صارت المناقصات تنعمل لدى الوزارات والإدارات المعنية بحضور مندوب مراقب من هيئة الشراء العام. وهيدي المناقصات التي أعلن عنها بتاريخ 3/11 قطعت بأخذ ورد بين الوزارة وهيئة الشراء العام. يعني أثناء نشر الإعلان كان في أخطاء منا بريئة، يعني نحسب مهلة 21 يوم نخفضها لل 15 يوم وما نعرف نعد ال 15 يوم نعدهم 11 يوم، هيدا مؤشر على أنه هيدا منه خطأ، هيدا لغم كان بوجه عدم انطلاق المناقصة. اللغم الثاني كان إصرار على استبعاد فرضية الست أشهر كمهلة للدفع بدفاتر الشروط، وأصرت هيئة الشراء العام على أن يتم النشر وفقا للأصول عملا بأحكام المادة 76، وتم النشر وفقا لأحكام القانون، وتم تصحيح الإعلان وتصحيح دفتر الشروط. وهي العملية اللي بدها ربع ساعة مش أكتر أخذت وقت لا يقل عن 7 أيام، وهذا كمان له مدلوله أنه هناك نهجمة لا يريد إطلاق المناقصة. أطلقت المناقصة مثل ما قلنا بـ 3/12 أو عفواً بـ 3/11، وجرت بمواكبة من الإعلام ورقابة مراقب من هيئة الشراء العام. هلأ صار في أخطاء بعملية التلزيم، أخطاء تقنية، استعملت هيئة الشراء العام صلاحيتها وطلبت إعادة النظر لناحية قبول إحدى الشركات يلي ما كانت ملتزمة بمهلة الست أشهر للدفع، و أخذت الأمور مجراها الطبيعي وبسلاسة مطلقة، وكان في تعاون من لجنة التلزيم بالوزارة مع مراقب هيئة الشراء العام، وانتهت فترة التجميد بتاريخ 8/12/2022. شو بقصد بفترة التجميد؟ قانون الشراء العام بيمنع توقيع العقد بعد ما تخلص المناقصة قبل ما يقطع 10 أيام لإتاحة المجال في حال وجود أي شركة تانية استبعدت من دون وجه حق عن المشاركة بالمناقصة لتقدم اعتراض. لم تتقدم أي شركة بأي اعتراض، ومن الناحية الإجرائية انتهت المناقصة بنجاح وأصبحت جاهزة لتوقيع العقد وفقا لأحكام دفتر الشروط يلي بنص بالمادة 5 منه على أنه كان في مشروع عقد مرفق، هيئة الشراء العام بتشوف مشروع العقد مع دفتر الشروط ولكن ما بتشوف العقد، العقد يعود صلاحيته إلى الجهة الشارية. في ما بعد تم توقيع العقود وأرسلت إلى هيئة الشراء العام
للنشر على الموقع الإلكتروني. هالعقود يلي أنا عم فرجيكم إياها اليوم هي عقود منشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة الشراء العام عملا بأحكام قانون الشراء العام، وبالتالي ما حدا بعد ما يخلص المؤتمر الصحفي حيهول علينا يقلنا خلفته موجب التحفظ ويشوف وين طايلة ايده ويطلب منهم يلحقونا، لانه اللي بين ايديكم اليوم المستندات يلي عم بتشوفوها عملا باحكام قانون الشراء العام منشورة على الموقع الالكتروني، وهي لم تعد لا ملك وزارة الطاقة ولا ملك هيئة الشراء العام، ولم تكن اصلا ملكة، بل هي اليوم ملك كل مواطن لبناني. من المسؤول عن دفع العطل والضرر؟ خلينا نشوف اذا منلاقي الجواب من مستند من هودي العقود يلي هني بنفس المضمون ولكن بتواريخ شوي متباعدة، بيتعلقوا عقد بشراء فيول اويل ا، عقد فيول اويل ب، وعقد بشراء الغاز اويل. تاريخ توقيع العقد هو 13/12/2022، هولي فيكن تحصلوا عليهم منشورين. عقد شراء فيول موقع ب 13/12/2022، تاريخ التسليم ب 15/30/12، يعني فترة يومين للتسليم، فترة يومين ما بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ التسليم. إذا الشاري يلي هو وزارة الطاقة بده يأخر التسليم ليكون توفر الاعتماد، لأنه كان في أخذ ورد بموضوع فتح الاعتماد بمصرف لبنان، بده يقدم طلب بفترة لا تقل عن 30 يوم من تاريخ التسليم، يعني بده يكون قدم الطلب من قبل 28 يوم. بعد في يتم فتح الاعتماد المستندي، هذا العقد الموقع شو بيقول؟ بس منشان معالي الوزيرة لتعرف وين المسؤولية ويعطيها ألف عافية تضوي عليها بالإعلام، كلنا مع، كلنا مع شعار التدقيق الجنائي في كل الصفقات العمومية، ولا مرة قلت التدقيق الجنائي حصرا بالطاقة، التدقيق الجنائي بكل الصفقات العمومية لمعرفة المستفيد النهائي من هذه الصفقات يلي اسمه صاحب الحق الاقتصادي او لو بينيفيسيير افكتيف التيم. التدقيق في مصرف لبنان وحده لا يكفي، يتناول جزء، هو جزء صرف الاموال. كيف وصلنا لهيدي المرحلة ومن هي الشركات المستفيدة؟ التدقيق في محل اخر. يتم فتح الاعتماد المستندي قبل 10 ايام، يعني من وقع هذا العقد بتاريخ 13/12 ونص على التسليم بتاريخ 15/12 كان مفروض يكون بين ايدي شو؟ اعتماد مستندي مفتوح، لانه حسب هيدا العقد بيقول انه قبل 10 ايام من تاريخ التسليم، يعني بتاريخ 15/10. هودي العقدين مثلهم بتواريخ قبل بنهار بعد بنهار بقلون زيت المدلول. هيئة الشراء العام لا تستهدف لا وزارة بحد ذاتها ولا جهة بحد ذاتها، وهون بتمنى على معالي الوزيرة يلي إلى كل الاحترام انه ما تقول انه استاذ جان علي ينتمي الى فريق. استاذ جان علي ينتمي الى فريق اسمه الوطن، اسمه لبنان، وهيدا سبب خلافهم مع جان علي، لانه هني بيشوفوا كل موظف على رأس ادارة حصة لجهة معينة، نهج لبنان الحصص،
ونهج جعلي الموظف لبنان الدولة ولبنان الوطن ولبنان الإدارة.